السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام وليد. جنبات الحلوى مشهوره في ولايه لمسان، يعني هذه الاونه الاخيره في الصيف رحت لمستغانم صوب بزاف يتباع في لي سوبرات. كي شفتو هذاك احمر عجبني شريته ذقته بزاف بنين. هبطت الوهر نسط حانوت واحد فقط يبيع غير الحلويات الجافه، من بينهم هذه الحلوى، يعني يبيعوا هذه الحلوى كعكه لمسان، الحلوى تاع اللمبوط، وحلويات كامل جديده معروفه بها ناس تلمسان في تلمسان، يعني كل حانوت يبيعوها، وفي مغنيه ثاني يعني تصيبوهم بزاف عندهم. حلوى مقرمشه بنينه تحفه. هذا العبر اللي درتو قطع لي حوالي 32 حبه، يعني كاس دار لي 32 حبه. شوف الطبسي شحال كبير. يلا تبع معايا الاخر تكتشفي هذه الحلوه، واللي يعرفها يزيد يخبرنا عليها في لي كومونتير. نبداو بالعجينه هي الاولى. واش فيها العجينه؟ عندي هنايا كاس نتاع البيض. دوك انا البيض تاعي الصغير دالي 5 حبات، الا كان تاعك البيض كبير يدلك 4 حبات. اذا عندنا كاس نتاع البيض اللي راح ندلهم، نص كاس نتاع السكر، نزيد لهم قريصه نتاع الملح، وعطر الكراميل. هاد الحلوه معروفه بالعطر تاع الكراميل، يعطيها واحد البنه هايله. اذا عطر الكراميل، واحد المغرفه صغيره هكذاك، ونخلط كل شيء بالباتر حتى نحصلوا على خليط اللي يكون يعني كريمي كيما لاموس. ما عندكش عطر الكراميل ديري لافاني عادي. اذا نخلط كل شيء مع بعض حتى نحصلوا على خليط اللي يكون خفيف. بسم الله. بعد ما خلط كل شيء مليح، شوفوا الخيط حصلنا عليه. ولا ما عندكش الباتر واش ديري؟ حكمي الفوي تاعك وخلطي مليح بيدك حتى تشوفي انه هذاك السكر داب. بعد انا واش ندير؟ راح ندير مغرفه كبيره نتاع لاماكاري اللي تكون طريه هكذا، ماشي معمره بزاف باش تعطينا لوغو هكذا. وباش نكملها بالزيت. اذا ونعمر الكاس نتاعي بالزيت هكذا باش يجيني العبر سواسوا، لانه يعني نحتاجو كاس نتاع ليدام هكذا. بعد هنا واش ندير؟ راح نزيد هذاك الزيت غير بالعقل، وانا نخلط بالباطو حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي تاع الزيت. بسم الله. بعد انا واش ندير؟ راح ندير كاس تاع بسكوي مطحون. الوصفه الاصليه يديروها بالبيمو، لكن اذا كان عندك اي بسكوي يكون عندك هكذا في الفونسي اللون تاعو فونسي، نستعمل هذا هاي ديجستيف بزاف بنين، يعني نستعملو في لي ديسير يعطينا بنه هايله. والا ديري البيمو اللي يكون مقرمل ويكون محمر مليح. عندنا كاس تاع بسكوي اللي رايحه نزيدو، اذا نخلطهم مع بعض هكذا يطلق لنا البنه تاعو هذاك لو بسكوي. من بعد ندير كميه نتاع فرينه هكذا كاس ولا زوج، وندير كيس ونص تاع خميره الحلوى، يعني نحتاجه بالتقريب 15 غرام والا ثلث مغارف الصغار، يعني هكذا كيس ونص. والا استعملي البيمو كما سبق وذكرتها، البيمو يعطينا نتيجه هايله. اذا نخلط ونبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه بالك وتنشفوها بزاف. البسكوي يشرب، نعرفوا بلي يشرب، وعجينه تاع الزيت تنشف. وباش تجيك الحلوه خفيفه وبنينه ومقرمشه لازم نخلوها شويه طريه، لكن ما تلصقش بزاف في اليد. اذا ها هو القوام تاع العجينه. شوفوا يعني مام هاد اليد اللي خلطت بها طريه لكن ما تلصقش في اليد. ونشوفوا العجينه شحال تجي طريه، شوفوا اللون تاعها شحال جانا شباب. يلا نبداو نشكلوا في الحلوه تاعنا. اذا نبدا نشكلوا في الحلوه تاعنا، نحكم شويه تاع العجينه هكذا. مثلا هنا اللي تحب
توزن تقدري توزني بين 20 و 30 غرام. اذا نديرهم هكذا حربوش، ماشي حنديرهم كيما نديروا التشالك يعني من الطرف رقيق وفي الوسط خشين، لا لا، نديروا كامل خشن واحد بهذه الطريقه. نفس البسكوي بيم ولا اي بسكوي اخر، المهم خيروا هذوك اللي يكون محمر شويه، نرمد فيه هذاك الحلوه تاعنا ونشكلها بهذا الشكل. ها هو الشكل تاعها، يعني الشكل تاعها المشهور هذا هو. اذا ونديرو في السنيوه. اذا نزيد حبه هكذا، نرمدو ونديرو في السنيوه، نعمر كامل السنيوه تاعي. بعد ما عمرت السنيوه راني شعلت الفرن تاعي قبل ما نبدا نشكل الحلوه، يعني حوالي هكذا قريب 10 دقائق على بين 170 180 درجه، وندخلو حتى يطيب ما دابينا نحمروه مليح مليح ونخرجوه. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، طيبوها مليح فقط هكا باش تجيكم محمره وتجي شابه. شوفوا كيفاش طابت لي، الله الله، والبنة ريحه الكراميل، ريحه داك لو بيسكوي لي زيت طاب، والحلوه هذه تجي مقرمشه يعني ما تجيش طريه. بسم الله، سمعوا معايا، شفتوا تجي مقرمشه لكن هذيك اللي تجي خفيفه خفيفه على السنان، تحفه، شفتوا تحفه. يلا ما عليكم غير جربوا الوصفه، تبعوا الطريقه كيفاش حضرناها هكذا باش تنجحوا فيها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.